نحن عليه سائرون. من أنساها ولو أهدموني في عروقي من أنساها ولو أهدموني. لا سكوت لا خضوع تظاهر حق مشروع. لا سكوت لا خضوع تظاهر حق مشروع. يا مرشد ارتاح ارتاح سنو واصل الكفاح. يا مرشد ارتاح ارتاح. احنا كمرشدين ديال جهة سوس مساء وباقي الزملاء المناضلين الأحرار يلتحقوا بنا من باقي المناطق المغربية، جينا اليوم لهذه الوقفة التاريخية بالرباط باش نوصلوا الصوت ديالنا المسؤولين، يعني ونعبروا على استنكار ديالنا لبعض التحسفات القانونية في حق المهنة. أولا سأبدأ بالموضوع الرئيسي للوقفة. احنا كجينا كنطالبوا بديمومة الاعتماد، وللتوضيح أكثر للرأي العام فنحن كمرشدون سياحيون نتفاجأ بمرسوم تطبيقي للقانون التنظيمي للمهنة اللي هو 0512، والمرسوم هو رقم 214553. نتفاجأ في هذا المرسوم بواحد المادة، المادة 5، التي تختصر اعتماد المرشدين السياحيين في 5 سنوات، وهذا هو السبب الرئيسي لهذه الوقفة. هناك أيضا أسباب أخرى أذكر منها، سبب ثاني اللي هو واحد الدعم المعنوي الاجتماعي الذي خصص للمرشد السياحي في إطار ما يسمى بعقد البرنامج لو كونترا بروغرام. إذن تبع للتعليمات الملكية السامية فالمرشد كان غادي يستفد بواحد الدعم اللي كيصل المبلغ ديالو 2000 درهم. إلى أننا كمرشدون نتفاجأ بقرار تعسفية من الإدارة الوصية ومن الجامعة الوطنية ومن المسؤولين اللي سهروا على عقد البرنامج أنهم كيشرطوا هذا الدعم عفوا بسحب البطاقة. الخطير أيضا هو أن هذه الممارسات تمس في العمق مبدأ الحق المكتسب. فالمرشد المغربي هو مرشد نظامي، مرشد نظامي، والمرجع هو المرسوم الملكي لسنة 1968. هذا المرسوم الذي كان بمثابة قانون كينص أن المهنة إرشاد هي مهنة حرة كباقي المهن. نتفاجأ اليوم أن المهنة ديالنا تقزم إلى 3 سنوات. هناك أيضا مجموعة من الأسباب التي نناقشها في هذه الوقفات، منها الضمان الاجتماعي اللي خرج الآن المرشدين السياحيين والذي يحمل مجموعة من النقاط الغامضة، ونطالب المسؤولين والجامعة الوطنية بتقديم مجموعة من الشروحات للمرشدين قبل إدماجهم في هذه المؤسسة. جينا العاصمة الإدارية ديال المغرب وجينا قدام الوزارة المعنية هي وزارة السياحة باش نوصلوا الصوت ديالنا وندليو بمذكرة لبعض البنود وبعض القوانين اللي خصها يتعاد فيها النظر، اللي هي عمود الفقري ديال الإرشاد وهي ديمومة الاعتماد. ملي كنهضروا على 0214553 وهو رقم القانون والمسطره اللي كتاثروا هي 05، بغينا نشوفوا اعاده النظر في هذه النقطه. هذه جينا باش نوصلوا الصوت ديالنا، حيت هو هذا الصوت، هذا الرقم، هذا اللي كنقول لك راه هو عمود الفقري ديال الاعتماد. ما بغيناش زعما يكون غير من 3 سنين ل 3 سنين بجره قلم من عند واحد ان فندقي او لا بازايري او لا وكاله الاصفار بجره قلم نصدق انا الصفه ديالي غادي نخسرها اللي بنيتها في 15 او في 20 او في 25 عام. هذا ما غاديش يقبل حتى شي واحد. حكمه من هذا ان في تركيا قاموا بواحد المقاربه ما نسميه فرنسيه ولا عندنا جيرمانوفون، شنو هي المقاربه؟ هي لو ديفلوبمون دي شين دو فالور دوبوي لا كونسيبسيون جيسكا لا كونسوماسيون. جينا هنا في اطار ديال المطالبه بتعديل ديال المرسوم التطبيقي 214553، ولان الجامعه ديالنا اللي ما قامتش بالدور ديالها امام البرلمان لما كانت المشاورات، ملي كانت الخيارات وملي كانت دراسه الاثار ما تدخلوش بالاكدو، ما عندهمش كاع درايه بالموضوع. في هذاك الاطار تنجي انا كمرشد تنوب انا وصحابي على ريوسنا وعلى اصاله ونيابه على الجامعه المرشدين المغرب، لان ما صابوش كل ينوب عليهم. حنا غنقولوا في المقاربة التقنية علاش الاستراتيجية ديال حنا علاش ما متفقينش مع 214553 بلا ما ندوي علينا حنا مرشدين. حنا تنعرفوا بالله
ليطا ماروكا كوني فير ديال راه اختارت لو سيكتور توريستيك بور ديفلوبي سي شين دو فالور. علاش؟ باسكو يل فاكري بوكو دومبلوا لو لون دو لا شين دو فالور او سان دو لا شين دو فالور. وتنشوفوا تنقارنوا دابا الواقع اللي كاين اوني سير لو تيران تنشوفوا مثلا الاتراك خوتنا تحترمهم ونقدرهم جاو للمغرب هما يزوكري دي شين دو فالور ولاو متيستعملوا من عندنا والو البازار ديالهم القياده ديالهم اش يشدوا من عندنا البنايه الوطيل وشي حاجه قليله. بل اخطر من هذا حتى الصينيين وبالشاون الشاون الجوهره الزرقاء داروا ريستوران وزيدوا زيد. حنا ماشي ضد المنافسه لان المنافسه راه سان موتيف باش حنا نتحسنوا ولكن الفو ديفلوبي لي شين دو فالور. كيفاش؟ لان لو كيد سان اكتور كلي في لا شين دو فالور مادام هو سان اكتور كلي في لا شين دو فالور اذا خاص تعطيو الدار طبيعي المانوط به. اما تشدوا تقزموه بهذا المرسوم التطبيقي راه خرجتوا على رشيد الفالور كامله وخرجتوا على السياحه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.